ما فيش حد حللنا مشكلتنا من الاول. احنا جينا للسيد الرئيس قبل كده مرتين ما فيش حل. رحنا للنائب العام ولسه جينا عند النائب العام ما فيش حد خالص يحل لنا المشكله بتاعتنا. احنا عايزين حد يحل لنا المشكله. نروح يمين يحل لنا المشكله بتاعتنا. انتوا عمال شركه احنا عمال شركه سيراميكا كليوباترا. لينا حقوق، لينا رواتب، لينا ارباح، لينا بدلات. ابو العينين بيطلع على جميع القنوات الفضائيه اللي دافع لها فلوس بيقول لهم ان هو دافع لنا الحاجات دي. احنا ما خدناش اي حاجه. ابو العينين ليه بيضحك على الاعلام وليه بينصب علينا؟ احنا بيعمل ليه كده ابو العينين؟ مفيش حد قادر على ابو العينين. وانتوا ناويين تعملوا ايه دلوقتي؟ احنا ناويين ان احنا نقعد هنا لغايه لما اي حد يحل لنا مشكلتنا. احنا جينا قبل كده هنا هتعتصم قدام القصر. احنا جينا قبل قدام القصر. احنا جينا هنا قبل كده ولنا في خلال 48 ساعه حل لنا المشكله. مفيش اي حاجه بتتحل. يعني هتعتصم قدام القصر؟ هنعتصم ان شاء الله قدام القصر. مفيش راجل في البلد يقدر يمشي ابو العينين. ابو العينين ضحك على العمال بقالنا كتير قوي، بقالنا كتير قوي لا عايز يدينا ارضنا. النهارده 5 في الشهر، اللي عند اللي عليه جار واللي عليه سد واللي عليه بص علينا فلوس واهالينا تعبانة مش لاقيين فلوس نعالجها. وحقوقنا لا عايز يدينا، لا عايز يقبضنا وحقوقنا الشرعية، ولا عايز يدينا ارباح، ولا عايز يدينا بدلات، ولا عايز يدينا اي حاجة. واهل معسكر الجيش، الجيش الثالث الميداني واتفق معاه ومضوا الورق وبعد كده قال انا مضيت تحت ايد السلاح. بعد احنا نروح نجيب الراجل ده حضرتك. جينا من يومين، جينا من يومين لسياده الرئيس قدام الجيش. سياده الرئيس قال 48 ساعه، قال 48 ساعه ما حلش حاجه ولا حد حل لنا حاجه. يعني لحد دلوقتي سلميه، بس بعد كده مش هتبقى سلميه. ماشي، بعد كده مش هتبقى سلميه. يعني ناويين تعملوا ايه؟ يعني ناويين نعمل حاجات كتير. اي حاجه نتوكلها على الله. احنا حضرتك عندنا معتصمين، اعتصمنا هنا سلمي سلمي. احنا مش هنعمل اي حاجه تضر الامن القومي النهائي. احنا وجودنا هنا عشان طالب، احنا جايين هنا حضرتك عشان طالب بحاجه واحده وهي حقنا. احنا مش بلطجيه. احنا اول حاجه احنا مش بلطجيه ولا حراميه ولا قطاع طرق زي ما ابو العين بيقول عننا. احنا ناس محترمه، احنا عايزين ناكل عيش بالحلال بس مش اكتر من كده. واحنا بنطلب حاجه واحده بس. النائب العام اللي بعتنا على هنا، النائب العام قال لنا، النائب العام قال لنا روحوا قدام القصر. النائب العام الساعه كام ده؟ احنا الكلام ده جاي من هناك بقى لنا ساعه. احنا اتصلنا حضرتك عند النائب العام من الصبح معتصمين قدام المبنى هناك قدام الدار الفضاء العالي لغايه حاجات النقط حضرتك انت فاهمني. لكن قعدنا معتصمين هناك لحد لما النقابه دخل بعد الذل وبعد مهانه بعد بهدله كتيره جدا لحد لما وصلنا للنائب العام. قطعنا الطريق احنا قطع الطريق دوت حضرتك. مش لا قطع الطريق ده حضرتك مش عشان ان احنا عايزين نقطع الطريق. لا هم حضرتك عايزين حبسوا الخبص الفرد في النقابه يا جدعان. انا بس لو سمحتوا عايز واحد بس يتكلم. احنا حضرتك عشان الفكره توصل. احنا لما رحنا عند النائب العام حضرتك عشان نوصل حقوقنا، حقوقنا اللي احنا عايزين نوصلها للنائب العام. ايوه انا عايز اعرف النائب العام ازاي قال لكم تعالوا هنا. النائب العام حضرتك النقابه بتاعتنا كانت قاعده معايا حضرتك هناك فوق لغايه الساعه حوالي عن الساعه 1، وبعدين قالوا احنا هنعمل ضبط واحضار لمحمد ابو العينين ومجموعه هتطلع على محمد على مبنى القصر الرئاسه، والمجموعه الثانيه نيابة الجيزة عشان نيابة الجيزة هتعمل ضبط واحضار لمحمد ابو العينين. وانا بقول لحضرتك نيابة الجيزة مش هتعمل ضبط واحضار لمحمد ابو العينين لان محمد ابو العينين فوق القانون. محمد ابو العينين امبارح كانت النقابة مع رئيس الوزراء محلش اي حاجة، محلش اي حاجة حضرتك. لغاية امتى؟ لغاية امتى احنا عندنا في الوضع اللي احنا فيه؟ احنا عايزين نستقر، عايزين نشوف شغلنا، عايزين نشوف اكل عيشنا.